بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فسبحان الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أيضا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. كنت عايز أسأل حضرتك بس، دايما الأئمة لما بيجوا يقرأوا الفاتحة بيوقفوا مسافة، هل المسافة دي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو هل عليها مستند؟ السكتة، تقصد السكتة بين الانتهاء من الفاتحة بعد الفاتحة. أيوه، يعني أنا أعلم إنه في سكتتين، سكتة في دعاء الاستفتاح وسكتة لما بيختم القراءة قبل الركوع. هل السكتة الثالثة دي عليها مستند يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. عليه الصلاة والسلام. فالسكتة الثابتة فقط هي السكتة بين التكبير وقراءة الفاتحة: اللهم بعد بيني وبين خطاياي. السكتتان الأخريان أو الأخيرتان التي هي بين الفاتحة والسورة، وكذا التي بعد قراءة القرآن والهم للركوع سكتة، كلتهما ضعيفة. هذه وتلك ضعيفتان، من طريق الحسن عن سمرة وهي ضعيفة، فهي ضعيفة الإسناد. نعم يا شيخ مصطفى. طيب هل بتدخل في مثلا في التي ذكرتها أنت أنها صحيحة أيضا ضعيفة؟ نعم. طب هل بتدخل في البدعة يا شيخ مصطفى لما الإمام مثلا بيطول جدا، يعني بيطول مسافة طويلة، فاهمني؟ لا، الدخول في البدعة لا، دي مسألة مختلف فيها بين العلماء. فمن العلماء من قال لأنه عنده تجب قراءة الفاتحة ويخشى أن تتعارض قراءة الفاتحة مع قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقال: نسكت هذه السكتة حتى يتسنى للمأمومين قراءة أن يقرأوا الفاتحة. يعني مسألة مختلف فيها، لكن السكتتان بالأسانيد ضعيفتان. أما البدعة لا، ما قال أحد ببدايتها أبدا فيما علمت. نعم. كنت عايز حضرتك سؤال تاني. طيب يعني دلوقتي مثلا كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه سجاد مثلا في المساجد، ما كانش فيه ميكروفون، الحاجات اللي زي كده. فايه مثلا ضابط البدعه في الحاجات اللي بتبقى من النوعيه دي مثلا؟ يعني هل في حاجه اسمها بدعه حسنه وبدعه سيئه، ام ايه ضابط البدعه بالظبط؟ لا، مثل هذه لا تدخل في التبديع ابدا. لماذا؟ هذه يستعان بها على العباده. وبعدين قولك لم تكن في المسجد سجاجيد، عندنا ما يدل: ناولين الخمره من المسجد. ناولين الخمره من المسجد. ما الخمره؟ الخمرة مكان، قطعة من القماش يصلى عليها، فأصلها موجود. وبعدين كل ما كان معينا على عبادة الله يستحب يخرج من البدعة. نعم يعني نعم. تقول ما كانش في مسجد رسول الله على سبيل المثال دورة مياه، ما كانش في المسجد دورة نعم. مياه، ولا كان في المسجد حنفيات للوضوء، لكن ده معينة على العبادة. نعم. ايه. نعم يا شيخ مصطفى بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا يا شيخ. وياكم السلام. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الأخبار عامل إيه؟ طيب والحمد لله. يا رب دايما. بعد إذنك سؤال يا عم الشيخ. اتفضل. لو مثلا واحد مضطر في جنازة وبس المكان اللي هيصلي فيه الجنازة مسجد فيه مقام. مسجد فيه مقام. تمام. الواحد ينفع ممكن يصلي فيه العصر أو المغرب ولا ما يصليش فيه عشان الجنازة؟ لو في جنازة هذه ضرورة. تمام. يعني إذا الآن هنالك عدد من المساجد الكبرى فيه قبر. تمام. وتعقد فيه صلوات الجنازة. صح. وتعقد صلاة الجنازة عقب الصلاة. تمام. فورا عقب الصلاة فورا. صحيح. فإذا صليت في مسجد آخر ستفوتني صلوات الجنازة. تمام. فهذه ضرورة تدعو للصلاة في المسجد مع حتى نغنم صلاة الجنازة. تمام. ويشهد لهذا عند الاحتياج خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة وحولها 360 صنما. فهذا يشهد، وربنا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لكن هنا صلاة الجنازة يلزم أن يصلي المؤمنون الجنازة على الميت. تمام. فهذه تستثنى والله أعلم، فالصلاة صحيحة. الله المستعان. صلاة صحيحة. الله يكرمك. الله يكرمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري، حفظك الله يا شاكر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي الحبيب، أخبار حضرتك؟ بخير والحمد لله. مساك الله بالصحة والعافية يا سيدنا. وإياك، الله يبارك فيك ويسلمك. يا رب. سيدنا الحبيب، شخص معاه مبلغ من المال وليس له أي دخل آخر ولا يستطيع أن يضعهم مع شخص ولا في مشروع، فهل يباح له؟ لا يجوز وضعه في البنوك. اتق الله، لا تجعل رزقك أنك ترابي. الله قال في شأن قوم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. كان الله سبحانه يسوق الغيث إلى أرض قوم فينبغي أن يشكروا الله، لكن يقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فيقلبون الشكر كفرانا. نعم. فأنت رزقك الله مالا، تقلب الشكر أن تأكل الربا بهذا المال. طب هو لو حطه في البيت هيضيع يا سيدنا. شغله في أي مكان. مفيش أي مكان آخر. إذا كان للحفظ لا بأس، لكن تأكل الربا أعتذر إليك عن الإجابة. ربنا يبارك لك ويجزاك الله. بارك الله فيك يا أم فهمي عويضة ورحاب أم عمر، وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار عبد الرحمن بالبصة. السلام عليكم. ولك مثل فضل الشيخ إيهاب عقل، جزاكم الله خير يا نافي. السلام عليكم. السلام. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ طيب ولله عليك الحمد. ماذا عندك؟ فضيلة الشيخ معلش، اشترينا من تاجر الذهب، اشترينا 4 جنيهات ذهب، فهو كان ادانا 2 جنيه وقال 2 جنيه هناخدهم بكره وكتب لنا على ظهر الايصال. لا يجوز. لا يجوز. لا ينعقد الا ما دفعتم قيمته، وهو 2 جنيه فقط. طب يا شيخ يعني ايه؟ يعني ده ربا يا شيخ فضيلة الشيخ؟ اي طبعا ربا. طب بدك تحلوا مني وبزاع اعمل شو طيب؟ خلاص الاثنين جنازة باللي انتم دفعتم قيمتهم خذوا بهم خذوهم، يبقى لكم 2 جنيه ما انعقد البيع عليها. البيع انعقد خلاص اخذناهم ثاني يوم خلاص يعني. ثاني يوم خلاص استغفروا الله ما له شيء من الصالحات لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تمام. اللهم ارزقنا رضاك والجنة. بارك الله فيك يا نبي الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير من فضل الله. الحمد لله. بعد إذنك مولانا لي طلب وسؤال. سأل واطلب والله المستعان. الله المستعان. عاوز بعد إذن حضرتك شرح. أريد أحسن من عاوز. أريد. أريد شرحا لحديث بئر بضاعة. حديث بئر بضاعة وأولا في نزاع وأنا أختار ضعفه، لكن عموما البئر الذي تتصوره ليس كالبئر الذي فيه ماء دائم ساكن، لكن في مياه ماشية تحت يعني مياه جارية. مياه جارية. ها؟ مياه جارية غير ثابتة. مياه جارية فالغالب عليه أنه سيكون طاهرا، يعني الأشياء التي تلقى فيه لن تلوثه التلوث المانع له من الاستعمال، لكن عموما أراه ضعيفا. لكنه في صحيح البخاري. لا 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 اتق الله، ليس في البخاري. في عفوا في سنن أبي داود. ماشي طيب، ولو في سنن أبي داود يعني إنه صحيح؟ لا لسه أمامي الكتاب سنن أبو داود وفتحت الحديث وجدته فيه ومكتوب أمامه صحيح. هو نص صححته لكن أنا أختار إنه ضعيف. تمام جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ أنا بخير ولله الحمد. الله يديم عليك يا رب. يا رب وإياك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا رب. إياك. بعد إذنك لو في واحد مثلا والده ما بيطلعش زكاة الزراعة وكده، فهو كان زارع محصول فاصوليا، فالواحد خد مقدار الزكاة من ورا والده وطلعه، يعني أبوه بخيل بإخراج الزكوات المفروضة. نعم. فالولد أراد إنقاذ أبيه من النار فسرق البازلياء أو اللوبيا أو قيمة الزكاة وأخرجها، يشكر جزاه الله خير. هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، وينقذ والده من النار. شكرا. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري. هل طاعة الزوج واجبة في كل أمور حتى في ميعاد نوم الزوجة؟ لا طبعا، كيف نامها تنام؟ النوم حتى مش بيدها يعني. ما هذه الدك اللي يسموها في طاعة الزوج في المعروف وفيما تقدر عليه الزوجة وفيما للزوج من حق. أما أقول لها ما تناميش إلا الساعة 1، مش شغلك أنت يا عمي، النوم ده بيد الله. واحدة قلقة الله يهديكم، بس الأزواج الرجال أحيانا يظنون أنهم آلهة يجب أن تعبد. لا أبدا، أنت عبد لله وهي أمة لله، لك حق ولا حق، تضبط الشريعة حقك وحقها بس. إنما كده نام الساعة 1 ليه يعني؟ زرار كهرباء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. حضرتك أنا كنت شغال في شركة وأنا سني 36 أو 37 عام. كنت شغال في شركة وعندي مرض، المرض ده بيخلينيش أعمل حمام طبيعي يعني. فقدمت على مرضي عشان أغير مهنة، فلقيت الشركة طلعوني. فأنا فصلوك من العمل؟ لا ادوني معاش، بيدوني معاش. طيب. ادوني معاش. ماشي طيب. أنا حضرتك بأنب ضميري إن أنا أقدر أشتغل بس ما دورتش حاجة يعني. هل أنت زورت في الورق؟ لم أزور، بس عايز أكمل مع حضرتك. لم أزور في الورق، بس أنا حضرتك ناس كتير قالوا لي إن فلوس التأمينات دي حرام. لا لا خليك من الناس الكتير، أنت الآن قدمت للشركة لأن عندك مرض ولا تستطيع أن تتبول كما يتبول سائر الناس، لازم في وسيلة مساعدة للتبول، فقدمت كي تنقل من العمل إلى عمل آخر. فالشركة تفضل، أيوة الشركة تفضل، قالت طب تقاعد ولم أراتبك يجري عليك، ليس عليك إثم. حتى لو أنا ما بشتغلش دلوقتي وبقبض المعاش يا شيخنا؟ هي ما معنى بقبض المعاش؟ ما معنى إنك ما بتشتغلش. بس أنا جسمي صحيح، أنا المرض ده بيخليني مثلا لازم يبقى كنت بقدم على تغيير مهنة، يا أخي أنا بقى في موقع عمل. يا أخي افهم الكلام، أنا سألتك هل أنت زورت في الورق أو لا؟ لا مزور، لا مزور. خلاص حلال عليك، احمد ربنا إن ربنا من عليك بالراحة والفلوس. قال يعني الراحة دي ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني عليها يوم القيامة، أنا بطيع ربنا، يعني بحاول أطيع ربنا، ربنا يتقبل مني ان شاء الله، الحمد لله ربنا ان شاء الله. الفراغ ده ربنا يحاسبني عليه، ان انا قاعد وبقبض. يا اخي قلنا لك هي هبه وابوها لك يا اخي. ربنا يحفظك يا شيخنا، ربنا يحفظك. في ناس بتتقاعد عند الستين من عمرها وصحتهم تتحمل العمل، ولكن الشركه تقول لها ارتاحوا يا جماعه ولكم فلوس. قول لهم حرام ليه؟ ربنا يحفظك ويشفي الشيخ. لا توسوس، لا توسوس، الله يحفظك. وقدرك رفعه ربي يا عطى الشامي. حديث أبي ذر عن عدد الرسل، عدد الرسل له شواهد 310 جما غفيرا، أما عدد الأنبياء 3000 ضعيف جدا. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجهني. وعليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة مولانا للشيخ لصلاة الجنازة في المسجد أفضل ولا في الخلاء؟ صلاة الجنازة كل جائز، لكن الذي كان على عهد الرسول الأشهر كان للجنائز موضع مخصوص ليس المسجد، لكن ثبت أن النبي أيضا صلى على جنازات في المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ائت به إلى المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك، كيف يعني نصلي في المسجد على الجنازة؟ قالت سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ فالغالب كان في مكان الجنائز، ولكن أحيانا صلى في المسجد إن دعت الحاجة إلى ذلك. فهمت؟ يعني السنة في الخلاء؟ السنة كان في موطن مخصص لصلاة الجنازة على عهد الرسول خارج المسجد. أنت بتفهم ولا مش إيه؟ يعني مش فاهم الكلام، واضح صح ولا مش واضح؟ واضح. خلاص سلامتك، سلام عليكم. رفع الله قدرك يا عطاء الشامي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أنا عندي استفسار يا شيخنا. استفسري. عايزه اسال، انا جوزي بيتاجر في السجاير الالكترونيه. الله يكفينا شر السجاير الالكترونيه وهديه ويتوب علينا وعليه. دي فلوسها حرام. قولي له اترك العمل، يعمل عمل اخر. قلت له والله يا شيخنا بس هو متمسك بيه، انا اعمل ايه؟ زوجك ينشر الفساد في الارض، الدخان اللي طلعوا الشباب ويملأوا الناس دخان وضرر. يا اختي كلوا من حلال، انتوا زوجي كلوا له اكلنا من حلال، حرام عليك. كل الفلوس بقى اللي بيصرفها علينا في البيت دي حرام. قومي قولوا له ما تجيب لناش فلوس من هذا الخبث. السجائر الالكترونيه الله يكفينا شر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت انا كنت عايزه اسال على حاجه، هو انا صاحبه الفتره اللي هي اتجوزت بولي غير والدها يعني. انت البورسعيديه الطبيبه التي قال عنك الزوج المزيف وامه انك ذات دين وذات خلق، وعملت فعلت فعلتك وتزوجت بدون ولي. وحضرتك انا ما عملتش كده غير ان والدي فعلا بيحاربني في ديني، اذا كان والدي او والدتي. طيب اسال سؤال يعني. اتفضل. الله يزيدك من فضله. اولا الاخ تكلم واثنى عليك ثناء حسنا، انك الحمد لله طبيبه وذات خلق وذات دين، وبعدها تقدم هذا الشاب لأهل بيتك رفضوه لدينه على حد قوله. صحيح. وبعد أن رفضوه لدينه بين لهم إغراءات أنهم من أسرة ثرية كبيرة. تمام. فقبلوه من أجل ثرائه. وبعدها صدر منه سوء خلق، انفعال، غضب، أحزنهم وخافوا على ابنتهم منه، وقالوا للناس نحن لم نرفضه من أجل الدين إنما رفضناه من أجل انفعاله الزائد وعصبيته، ونخشى أن يؤذي ابنتنا. لا ده الكلام اللي أهلي فهموه للناس، لكن أيوة ما أنا بكلمك، أنا بحكي لك اللي حصل. أيوة اتفضل حضرتك. أذكرك وذكر السامعين. اتفضل. فالولد طبعا عز عليه أن يبعد هكذا أو يرفض، فذهب هو وأنت وتزوجتما عرفيا. لا مش ده اللي حصل. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن حصل مشادات كتير جدا ما بيني وبين أهلي بسبب من أجل هذا الولد. صح؟ ولا من أجل واحد آخر؟ الولد بسبب ديني أنا الأول، إن أنا لبست النقاب، وبسبب اللي أهلي أصلا رافضين إن أنا ألبس النقاب أو لا ألبس أصلا لبس شرعي، بسبب إن هم رافضين أي حاجة، بسبب إن أنا ما بسمع بسبب إن أنا ما بسمع يعني ما بسمعش أغاني ولا أنا بشوف مسلسلات ولا كل ده، فأهلي بيقولوا إن أنا رايحة في طريق مسدود، واللي انا متشدده، واللي انا كده داعشيه وفكر داعشي وكلام يعني كبير، يعني كلام كتير يعني. فبس وحصل مشادات ما بيني وبينهم، ويعني دايما بيحصل كده ما بيني وبينهم يعني. ووالدي عادي شايف. انت تزوجت يعني مأذون ولا بدون مأذون؟ لا بمأذون، ووالي غير والي يعني غير والدي. من هو؟ يعني له قرابه بيكي ولا لا؟ لا ملهوش قرابه ليا، هو شيخ المأذون هو اللي جابه يعني. بس طيب أنا عفوا بس سؤال بس. اتفضل. ابوكي رفض، ليكي اخوتي الرجال؟ ليه اخويا اصغر مني. كم عمره؟ عنده 15 سنة. يعني بالغ. نعم بالغ يعني. بالغ. رفض يزوجك ايضا؟ نفس تفكير اهلي برضو، نفس الفكر تبعهم، ونفس شايفني برضو غلط، ويعني للاسف اهلي شادينه للفكر تبعهم يعني. لك اعمام؟ ليه اعمام برضو، بس نفس برضو اهلي يعني، نفس بابا والدي. سؤال، نفس والدي. هل اهلك وربنا الرقيب عليك يرفضون كل متدين او يرفضون هذا الشخص فقط؟ هو الاهلي شايفين ان اي متدين او ملتحي ده بالنسبه لهم كده لا ما ينفعش، ده بالنسبه لهم كده انا داخله كده طريق غلط ما ينفعش. هم عايزين حد يكون مثلا بيسمع اغاني، مثلا بيتفرج على مسلسل، يعمل فرح مثلا باغاني وهكذا. شايفين اي حاجه عكس كده ده تشدد، وده عدم يعني ده هل تقدم يعني لك احد ورفضوه؟ نعم. هل تقدم لك شخص آخر؟ لا بس أهلي بس والدي جايب لي كل الناس اللي هي الناس العادية، ولا ملتحي ولا بس سؤال بس معلش يعني. هل تقدم لك شخص آخر ذو دين ورفضوه؟ لا ما تقدمش حد، بس هو أصلا يعني والدي رافض الفكرة أساسا تماما. على أي حال أنا سأجيب إجابة عامة ليست خاصة بك، إنما أقول إذا رفض الأولياء كلهم، الأولياء من العصبات كلهم رفضوا ذا الدين وقالوا لا نريد شخصا متدينا. تمام. ويريدون شخصا فاسقا. إذا رفضوا كل المتدينين انتقلت الولاية إلى المأذون. انتقلت الولاية إلى المأذون، إذا رفض العصبات الزواج انتقلت الولاية إلى المأذون. اختصارا، هل رفضوا أو لم يرفضوا شيء يخصك أنت مع أهل بيتك، لكن مع الله هذا الموقف الشرعي. إذا رفضوا فالسلطان ولي من لا ولي له ويزوجها المأذون. أيوه أنا فاهمة، أنا عايزة أتبين أصلا علشان أنا مش عايزة أعمل. الذي سيحكم فيك هو الله. تمام. الذي سيحكم فيك هو الله. صح. لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي، وأنت بكر وأنت ذات خلق فيما سمعت وذات دين، على خلق ودين وطبيبة، فمثلك مرغوب فإن قلت كل الأولياء رفضوا ذات دين فعلى ذلك انتقلت الولاية. يبقى السؤال هل أهلك علموا بهذا الزواج أم لم يعلموا؟ لا علموا، يعني عرفوا. وبعد أن علموا ما الوضع؟ إن والدي ما سكت ومش راضي يعمل أي حاجة، ولا حتى يعني إحنا حاولنا إن هو مثلا نجدد العقد تاني وكده، لكن هو ما رضيش. دخل بيك الزوجة أكيد؟ لا لم يدخل. لا عقد بس. ممكن أخوك الصغير يزوجك إذا كان 15 عاما. ممكن إيه؟ أخوك الصغير لأنه بالغ. هو للأسف هو كمان نفس. خلاص أنا أجبته. الجواب واضح يا عبد الرحمن ولا أنا فهمت؟ واضح. ماشي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سؤال، عندي سؤال يا شيخ. سلي. لو سمحت انا مقيمه بالرياض وعايزه يعني احج السنه دي ان شاء الله، بس انا جوزي حاجج قبل كده فملهوش مش هينفع يسافر معايا كمحرم. ينفع ان انا احج مع عصبه نساء؟ بس قولك لا ينفع دي فيها نظر، لانهم بياخدوا الشخص اذا كان محرما يستثنونه، لكن على اي حال بس يرى دي ما اصبري الكلام. يرى جمهور العلماء جواز حج المرأة مع الرفقة الآمنة، جواز حج المرأة مع الرفقة الآمنة، وذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن حجة نافلة في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ولحديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال: نعم. قال: يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت، لا تخشى أحدا إلا الله. وفي رواية صنعاء، وفي رواية اختلاف في البلدة لا يضر، المهم أنها تسافر بدون محرم حتى تطوف بالبيت. هذا الدليل الثاني. ثالثا قالوا إن الغرض من المحرم تأمين المرأة في السفر، تأمين المرأة في السفر، والحكم يدور مع علته. فإذا أمناها مثلا أتينا بامرأة تمشي وأمامها صارت شرطة يمين وشمال وفي الأمام والخلف مثلا يعني، فأصبحت آمنة، جاز لها الحج، لأن الغرض من المحرم والحج. ومن ثم قال بعضهم أيضا: المحرم الأعمى لا ينفع. يعني الرجل الأعمى هل ينفع محرم؟ ولن يغني ولا يسمن من جوع. فهذه حجة الجمهور. إضافة إلى ذلك فالجمهور قالوا إن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا ركن حتى لو كانت نافلة. فالجمهور أيضا قالوا بالجواز لحديث أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فهي ثلاث اعتبارات: الغرض من المحرم التأمين وقد حدث، ثانيا حديث عدي بن حاتم، ثالثا فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار الصحابة لهم في زمن عمر، لهن في زمن عمر. الحنابلة تمسكوا بالأصل في المنع، لا يحل لامرأة تمن الله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم. هذه وأجنح إلى رأي الجمهور إذا كانت الرفقة آمنة. خلاص؟ يعني الحج هيكون صحيح؟ والله انت تحتاجي بقى يعني حد يعلمك، مش فاهم يعني. انت فهمتي ولا مش فاهمه؟ ايوه فهمت. خلاص الحمد لله. حمدي خريبه، مرحبا بك يا حمدي خريبه. اظن ما تستطيع تغير خريبه، يلا قدر الله وما شاء فعل. ماشي يا خريبه يا حمدي. ندعبه لانه يفهم الفرق بين المداعبه والجد. ماشي، لكن داعبه بحق. يجوز تغيير، يشرع تغيير الأسماء التي تحمل مدلولا ليس بجيدا. قال سعيد بن المسيب: أتى والدي إلى رسول الله، جدي عفوا، قال: ما اسمك؟ قال: حزن أو حزن. قال: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمنيه أبي. قال: فما زالت الحزونة فينا، دايما حزين. السلام عليكم. اتفضل. أخبارك إيه؟ طيب ولله الحمد. نسألك دعاء بالهداية لي والأهل بيت الله يكرمك يا شيخ. الله يهدينا وإياك وأهل بيتنا وأهل بيتك يا رب، والسامعين والسامعات جميعا يا رب. آمين يا رب. ربك الله يحمدك. دلوقتي يا شيخ مصطفى، كان في شركة كنا إحنا بعنا لها مادة. أيوه. تمام؟ ماشي. ووصفنا لها الماده وادينا معينه يجربوها وقلنا لها دي الكميه كذا وسعر كذا، فزينا البيعه كلها. طيب. تمام؟ فبس احنا كنا مبالغين في المكسب. الكلام ده من فتره، كنا مبالغين في المكسب. هل هنا في اي نوع من الحرمانيه او الغبن؟ لا، ما انتوا بعتوا لهم السلعه؟ اه. وهم شغالين في المهنه. يعني ايه شغالين في المهنه؟ هم بيصنعوا ماده ثانيه فبيحتاجوا حاجه. ايوه يعني مستورده لما المستورد ده وقف. يعني انا اقصد ليسوا بجهله في المهنه. اه. يعني هم مثلا عندهم مصنع بلاستيك مثلا. ايوه. وانت تتاجر في حبيبات البلاستيك. ماشي. فبيشتروا هم حبيبات ويصنعوا منها القدور والاكياس وخلافه، فهم شغالين في السوق. ايوه. عارفين بيشتروا الحبيبات بكذا والتصنيع ياخذ اجره كذا والبيع بكذا وياخذوا مكسب. ليسوا جهله. كده صح ولا انا غلطان؟ مصنع جديد، هو كان مصنع جديد وزي ما تقول ماده بيوردها ماده جديده برضه، هو ماده جديده هو بيخلطها. اخذها وجربها. خدها وجربها. وبعدين هل في حصل احتجاجات ولا انتوا بس موسوسين؟ لا ما فيش اي احتجاجات، لكن انا بتاكد بس انت بعت لهم واشتروا وهم باعوا وربحوا وانت ربحت، ما في مشكله. بالظبط. ما في مشكله. خاصه في هذه الايام مع اضطراب الاسعار. كل يوم السعر في شأن. تمام يا شيخ. الف سلامه حبيبي. ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لك يا شيخ مصطفى، نعم بنينا محل دراجات. نعم. شغال في محل بيع دراجات وقطع غيار. دراجات. عجلة. ايوه. على طول بيجيلي تفكير اشتغل في حاجة يعني مفيدة اكتر للناس، يعني التفكير ده يعني. انت بتكسب ولا ما تكسب؟ بكسب. خلاص شغله طيبه، الدراجات دي ما فيش فيها شبهه. هذه الدراجات ما فيش فيها شبهه، الناس تركبها. برضه فيها مساعده برضه للناس، واحد بيروح على العمل بتاعه يعني. طيب حلوه. الدراجات ما فيها شبهه، يعني نادر الامدي اذا لقيت شغله سليمه من الشبهات. دراجات طيبه، اشتغل في الدراجات، مش في مكسب طيب؟ الحمد لله. مكسب طيب. الحمد لله. اكسب وتصدق، الله يبارك فيك. الله يخليك. طب وبقول لك، طب وانا مثلا ما اجي ابيع بكون حاطط يعني في نيتي ابيع مثلا بهدف مساعدة الناس مثلا، ده بقول عليها اخد ثواب عليها. انت لا تساعد الناس، انت تبيع كي تربح، انت يبقى ما خلاص مش كده. مقابل في مقابل خلاص. يلا مع السلامة. أحبك الله يا هشام، أحبك الله يا جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد المزين. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. لي طلب وسؤالين يا شيخ. سل واطلب والله المستعان. والله يا شيخ طلب إن أنا أشتاق لفضيلتك والله يا شيخ، وجئت لفضيلتك قبل كده في أنا بقى ندخل في الحاجات الصغيرة ومدد يا بدوي. لا لا إله إلا الله. المهم تشرفنا وعلى عيننا وعلى راسنا. إذا قبلت يدي سأقبل يدك. ها اتفضل. نعم. السؤال. حاضر. الرد على من يقول أن التوسل أمور فقه وليس أمور بعقيدة حتى يحكم عليها بالشرك. التوسل. طيب ممكن تصيغ لي الصياغة كده يعني؟ ماشي. الرد على من يقول أن أيوه صورة التوسل التي يقولونها. لا لا، هو شغل الصوفية بقى يا شيخ، بدوي ويهاوي. هذا دعاء يا أخي. أما تقول يا بدوي اشفي لي ولدي أو يا إبراهيم يا دسوق المرأة لتسهل عليها الولادة، هذا شرك ولا ما هو شرك؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثلكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها؟ الآيات. ثم إن رسول الله قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. رسول محمد قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بعدين الرسول عليه السلام لما مات وهو حي يدعو هل يقول يا إبراهيم يا سيدنا إبراهيم يا سيدنا إبراهيم حل لي المشكلة ولا يا رب؟ يا رب. هل الرسول توسل بأي نبي قبله؟ لا. هل الصحابة لجأوا إلى رسول الله بعد موته وقالوا يا رسول الله اشفي لنا الولد؟ لا طبعا. أو كل يمد يده إلى الخلاق العليم. صح. خلاص يا أخي، يا أخي لا تصرفوا العبادة لغير الله، تموتوا على الكفر. يعني هو بيقول لي يا شيخ، بيقول لي إن هو هل سمعت أن هناك مقام في الصوفية يسمى؟ يا أخي مقام في الصوفية، عندنا قرآن يا أخي، قرآن يا عالم، هاتوا لنا قرآن سنة، في قرآن معنا، في قرآن معنا كريم. شريت في كتاب الله أننا ندعو غير الله، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ادعوني أستجب لكم فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هل وجدت في كتاب ربك ندعو ميتا؟ هل وجدت في كتاب ربك ادعوا رسول الله يكشف عنكم الضر؟ لا. طيب المحكمات من كتاب الله تترك، وتتمسكوا بحديث محتمل احتمالات متعددة، ومنهم من يضعفه أيضا. يا تحذر على توحيدك وإيمانك، أنت تتكلم في قضية خطرة المآل فيها إلى جهنم إذا زل القدم فيه. هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. افتح الكتاب العزيز، فيه شيء، أي آية ندعو غير الله؟ لا، أنا ذكرت الآيات وأبى. خلاص أنتوا ناس عميان البصيرة، خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطعة من الليل مظلمه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يكرمك. شكرا يا أخت فاطمة، إذا سألت فاسأل الله، صدق رسول الله. اتفضل. أيوة يا عم الشيخ، ازي حضرتك؟ طيب والله الحمد. دايما ربنا يديم عليك نعمة الصحة والعافية يا رب، والإيمان يا رب علينا وعليكم جميعا يا رب. آمين. دلوقتي يا عم الشيخ، أنا النهارده الحمد لله إيه لسه واخد الأجازة، كان عندي آخر مادة والحمد لله خلصت يعني. فعايز بقى حضرتك كده تقول لي إيه، يعني عايز بقى أتعلم العلم الشرعي وكده، فأبدأ إزاي وكده؟ بسرعة كتاب الله احفظ بسرعة، واقرأ تفسير الآيات وسنة رسول الله، اجتهد في فهمها. ماشي. طب ما فيش أي كتب كده يعني أعرف أقرأها وكده؟ في كتب تعرف تقرأها، في التفسير اقرأ صحيح تفسير ابن كثير مختصر، كتاب في الأحاديث رياض الصالحين، كتاب في التوحيد، لأن كتاب طيب في توحيد ذلكم الله ربكم فاعبدوه، كتب كشف، عفوا كتاب كشف الشبهات مختصر وصغير ونافع، كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد صغير ونافع، كتاب في تعليم صفة صلاة النبي. بس الحاجات كده، بس ركز على القرآن والسنة. ان شاء الله انا بدأت احفظ الحمد لله يعني. أيوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة اتفضل، بارك الله فيك، متعك الله بالصحة والعافية. وإياك، الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. ينفع بيك في الدنيا يا عم الشيخ ويهدي بيك يا رب، واجعل ذلك ميزان حسنات. وإياك والسامعين والسامعات، اللهم آمين يا رب. سؤال يا سيدني. سل. رجل طلق زوجته من الخارج برسالة وهي لم تقرأ الرسالة، لكنها صدرت منه. صدرت منه. أي. قال أنت طالق في الرسالة. نعم. هل يقع الطلاق وإن لم يكن ناويا؟ الطلاق وقع حتى لو كانش ناوي يا عم الشيخ؟ لا، لم كتب خلاص، كتابك التلفظ. واحد قال لزوجتي أنت طالق، فقال أنا لم أنوي، طلاق واقع. فيك بركة سيدنا، ادعينا يا عم الشيخ. وإياكم. الله يكرمك. محمد بن سمير بن عبد الرحمن، مرحبا وأهلا وسهلا، سلمك الله من السوء والمكروه يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. في قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أيوة. وفي قوله تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها. أيوة. فما هي يا شيخنا الحبيب، فما هي عوامل الثبات على الدين وخاصة في زمن الفتن الذي نعيشه؟ فهل ممكن إنسان بعد الهدى يقع والعياذ بالله في الضلال، وبعد النور يقع في الظلام، فما هي عملة الثبات؟ بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله. أول عامل من عوامل الثبات أن تسأل الله الثبات. نعم جزاك الله خير. لزاما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكان أكثر يمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. هذا أولا. ثانيا التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الصحبة الصالحة. رابعا اتباع المحكمات وعدم اتباع المتشابهات. يعني مسألك التي نقولها الآن، واحد يقول ندعو غير الله أو نتوسل نتوسل بالبشر إلى الله سبحانه والعياذ بالله. في محكمات، يتوسل بالأموات، يعني في محكمات. قال رسول الله لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكمة ويتبع المتشابهة فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وتلا الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فأولا لخص دعاء الله بالثبات، وهذا شأن الأنبياء، عموما. ثانيا الخليل يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يخشى على نفسه أن يتحول لتارك صلاة، ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخشى على نفسه أن يتحول إلى عبد وثن. فالدعاء مطلب لازم. قراءة الكتاب والسنة، والنظر والتدبر في سير الصالحين. القرآن كله بركة والله، ما في آية إلا فيها خير، وتقف معها تستنبط منها عشرات الاستنباطات إذا كنت متخففا من الذنوب والأوزار. كتاب الله، استمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا صحبة صالحة. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الغنم مشى مجموعة معهم كلب يحرسهم، فواحدة تشرد الذئب ينقض على الشاردة. إنما الشيطان ينقض عليك إذا كنت بمفردك بعيدا عن الصحبة الصالحة، فهذا وترى على قصص الأنبياء والصالحين. والدعوة إلى الله من أعظم وسائل الثبات. احفظ الله يحفظك. اعمل بالكتاب والسنة، احفظ الله يحفظك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. الحمد لله. والحمد لله بإذن الله ما دمت مقبلا على الله لن يضيعك سبحانه. بارك الله فيك يا محمد أبا إسلام. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. ازيك شيخنا، حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. كنت بسأل حضرتك هل يجوز الانتفاع بالتأمين الطبي إذا كان لا يقتطع من راتبه شيء؟ يعني الشركة هي اللي بتتحمله بالكامل. يجوز. وحفظك الله يا شيخ إبراهيم بن رمزي، وفقك الله. اجتهد في الدعوة يا إبراهيم بن رمزي، أنت لك زمن في العلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخ مصطفى. نعم. ازيك يا شيخنا؟ طيب ولله الحمد. الله يطول عليك. بقول لك يا شيخنا بعد إذنك، أنا في موقع دلوقتي ولابس سيفتي اللي هو معدي الكعبين. لابس سيفتي يعني إيه بقى؟ السيفتي ده زي شوز، زي حذاء كده بس معدي الكعبين، يعني عشان طيب في الموقع وكده. نعل يعني. إيه؟ نعل، لابس نعل مثل تمام جزمة الجيش كده اللي بيسموها البيادة بلغة الجيش. ايوه تمام زي البيادة كده. أيوة. هي أقل من البيادة بشوية بس هي معدية الكعبين. أيوه يقول المسح عليها على ما اختاره من أقوال العلماء. طب دلوقتي انا عارف ان يجوز المسح عليها، بس هي دلوقتي احدثت وانا لابسها، وانا كنت لابسها على وضوء، وبعد كده مسحت عليها لما اتوضيت للظهر، لما جيت اخش المسجد جيت قلعتها ودخلت بالشراب. هل يجوز لما انا قلعتها اخش كده عادي بالشراب؟ ايوه يجوز، ايوه، لكن بعد كده بقى اتوضى الله يعينك. ايوه تمام، لكن الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة تمام. طب سؤال بعد اذنك. الله يبارك فيك، يا ريت لو نصيحة أو تثبيت، يعني عشان كمان الشرطة بتوقفنا كتير عشان هي اللحية وكده. نسأل الله أن يهدي جهاز الشرطة، نسأل الله أن يهديهم. الله يعني، لأن والله الواحد يفتتن كثير بسبب هذا. الصبر المطلوب، الصبر المطلوب، الصبر المطلوب. اصبر واحتسب وكل ما يصيبك في ميزان حسناتك. كل شيء تصاب به، حتى الهم، حتى الخوف الذي تصاب به أحيانا، في ميزان حسناتك. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم إلا كفر الله بذلك من خطاياه. فاصبر واسأل الله أن ينجيك، ونسأل الله أن يهدي هذا الجهاز، جهاز الشرطة، ويرفع أيديهم عن الصالحين. الله المستعان. يعني لكن أظن يتحققوا من شخصيتك ويتركونك، مش كده برضه ولا في حاجة تانية؟ ما شفنا، كنا ساعات بنروح الدروس، عرفوا ان في دروس فبقوا يقفوا لنا في الاماكن اللي احنا بنخش فيها دي الدروس. ودلوقتي وانا رايح الشغل وانا جاي يعني على طول هات، يعني بيسيب الدنيا كلها ويجي انت هات وطقطق وانزل. ان شاء الله غمه وستزول ان شاء الله، فإن مع العسر يسرا باذن الله. وفيهم ناس طيبين للمعلوميه، الله يهديهم، الله يبارك فيهم. كل سيسأل بين يدي الله، نحن سنسأل وهم سيسألون، وكل واحد سيسأل، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سيسألني ربي لماذا التحيت؟ قلت يا ربي رسولك قال قص الشارب وأوفوا اللحى فالتحت. سيسألهم ربهم لماذا أوقفتم عبدي؟ وهم يؤدون جوابا، يعاملوننا كأننا مجرمين. والله يا شيخ لا معلش، هم بعضهم، لا تقل كلهم، هم بعضهم كده، لكن ربنا سيسألنا ويسألهم، ونسأل الله لهم الهداية. الله المستعان. نسأل الله لهم الهداية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ طيب والحمد لله. والله لأني أحبك في الله. والله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤالين بس بعد إذنك. سأل يا الحبيب. هل يجوز وصل الشعر الصناعي للزوجة لأن شعرها خفيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. ما ينفعش يعني؟ ما ينفعش، تلبس طاقية ولا حاجة يعني، مش ماشي. طيب ممكن تختار الاسم من ثلاثة بس، بنتي لسه إن شاء الله بتيجي، بس عائشة، خديجة، حفصة، ممكن بس تختار اسم منهم؟ عائشة، خديجة، حفصة رضي الله عنهم. ماشي، خذ خديجة بإذن الله. تم يا شيخ. سيدة نساء أهل الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أبشرك يا شيخنا الكريم. شيخنا السؤال. سل. حكم الترقيم عن المعادن في أماكن عامة والدولة تمنع هذا. هل أجده هو حلال لي أم حرام؟ هذا من الدولة تمنع، هذا امتنع. تنقيب عن المعادن يحبسوك. وشيخنا ما أجده، هل هو حلال أم حرام؟ أقول لك يحبسوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يبارك فيك يا شيخ. وفيك يا رب. نعم. تفضل. أنا كنت عايز أسأل يا شيخ عن التأمين الصحي في الشركة عندي. هم هيشيلوا النص وأنا هشيل النص، ومخير مش مخير. لو أنت مخير ابتعد عن أي شبهات. تمام. تمام. متشكر جدا يا شيخ. الله يبارك في عمرك ويحفظك. ورفع الله قدك يا هبه هبوشه. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. دلوقتي يا شيخ انا كان حصل لي ظرف واضطريت ان انا اقترب من البنك. لا اله الا الله. وبعد كنت مضطر، كان عليا وصل امانه وبعد فجيت قبل الوصل اتاخر شويه عن ميعاد سدادي الدين. ايوه وبعد؟ اتاخر القرض اتاخر يومين عن ميعاد سدادي الدين. طيب وبعد؟ استلفت من اشخاص وما كانش حد راضي يديني فلوس غير لما قلت ان هو خلال يومين بس او 3 وهسد الفلوس. طيب وبعد؟ بس ان هو القرض انا استلفت فلوس وسددت منها وسددت القرض منها. استلفت بالربا ايضا؟ لا ما انا استلفت عشان اسد. استلفت قرض ربوي ولا قرض ولا يعني؟ لا استلفت سلسله عادي. ما هو القرض الربوي اتاخر عن ميعاد السداد يومين. طيب يعني استلفت من ناس قرض ربوي ولا؟ لا استلاف عادي. طيب وبعدين ما السؤال؟ انا دلوقتي القرض اتاخر عن ميعاد القرض، القرض اتاخر يومين عن ميعاد السداد. ايوه يا عمي خلاص استلفت مبلغ من الناس تسدد الدين حتى لا تقع في بلاوي اخر. ها؟ اللي استلفته من القرض. المشكلة يعني مش فاهم الآن. عموما كده حكمها مضطر. طيب يا شيخ ولا إيه؟ يا أخي أنت اقترضت بالربا لأنك كنت ستحبس صح؟ آه. وقلت أنا مضطر، ونحن نقول إذا كنت ستحبس ربي قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تمام. خلاص؟ جاء وقت السداد والانتهاء من السداد ما استطعت، فاقترضت قرضا حسنا بدون ربا لسداد الدين. إيه المشكلة؟ لا يا شيخ يا شيخ بص يا شيخ معلش ثانية. بص يا شيخ أنا خدت قرض، القرض على ما أجي على ما آخد القرض من البنك اتأخرت شوية. طيب اتأخر عن القرض اتأخر عن ميعاد السداد. أنا ما جيت معلش أنا آسف معلش ثانية بس معلش. بقول لك يا شيخ القرض اتأخر عن ميعاد سداد ديني اللي هو مكتوب عليا بيه وصل أمانة. إيه يعني أنت كنت مدين لواحد واقترضت من البنك حتى تسدد الدين الذي لك الذي عليك، فتأخر استلام الفلوس من البنك يومان عن سداد القرض. وبعدين استلفت سلف عادي مش ربا وسددت الدين. استلفت سلف عادي مش ربا وسددت الدين. وبعدها بيومين سددت الفلوس اللي انا استلفتها من القرض. خلاص ما كان كله قرض خلاص. رفضوا يسلفوك الا لما قلت لهم خلال يومين هاخد الفلوس. لما قلت ان هو خلال يوم او ضروره استغفر الله. تمام شكرا. ما شاء الله يا كريم. حفظك الله يا عصام شومان وفقك الله. مرحبا يا مزين، محمد المزين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا فضيلة الشيخ في شهادات كده طالعة في البنوك دلوقتي، ابتعدي عنها سلمك الله. طيب الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا عم الشيخ عندي كمان سؤال بعد. سأل يا الحبيب. دلوقتي كنت بتفرج على فيديو للشيخ صالح الفوزان، كان واحد بيعرض عليه سؤال حد بيقول له ايه ان هو كان بيصلي صلاة الضحى، بيصلي صلاة الضحى مرة في الأسبوع. والشيخ قال له ده ان ده أفضل من انه يصليها كل يوم، فازاي بقى؟ لا ما اعرفش انت سمعت غلط ولا لا؟ لأن عندنا من الأدلة عن رسول الله ما يخالف الكلام المذكور إذا كنت سمعت صحيحا. ما الأدلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدق. كل سلامة، وفي ابن آدم 360 مفصلا، على كل سلامة مفصل منها صدق، بكل تسبيحة صدق، بكل تحميدة صدق، بكل تكبيرة صدقة، بكل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقال أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح في البخاري: قال: أوصاني خليلي بثلاث: بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام 3 أيام من كل شهر. ونفس الثلاث وصى بها النبي أبا الدرداء، ونفس الثلاث لكن بسند مرسل أوصى بها النبي أبا ذر. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره. حرز، ولك كما قال الرسول: أعني على نفسك بكثرة السجود. أما كون النبي لم يكن يداوم على الضحى فلأنه كان يجتزئ بصلاة الليل عنها. فهمت كلامي؟ أيوة عمي. كلام رسول الله يقدم على كلام أي شخص، طبعا كبيرا صغيرا، صحابي تابعي شافعي حنبلي مالكي حنفي، كلام رسول الله فوق الجميع صلى الله عليه وسلم، إن كنت سمعت صحيحا أو سمعت خطأ. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا إبراهيم بن موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. بحبك في الله. الله ربنا يعزك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم آمين يا رب العالمين. مولانا أنا رحت للدكتور وقال لي ما ينفعش تصلي وأنت ساجد، لكن أنا أستطيع الصلاة وأنا واقف. سامعني حضرتك؟ تستطيع الصلاة وأنت واقف؟ عفوا، ماذا قال لك الدكتور؟ الدكتور قال لي ما ينفعش تصلي، ما ينفعش تسجد، صلي وانت يعني وانت قاعد على كرسي. يعني الطبيب قال لك سجودك فيه ضرر عليك لأنك مريض. أيوه، فصلي وأنت قائم. إذا كان الطبيب ثقة وأنت تجد معاناة من السجود فصلي على ما تيسر لك. قال: ربي ما جعل عليكم في الدين من حرج، قال: اتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. بس في حاجه، يعني انا بصلي وانا واقف، لكن وضع الكرسي ايه في الجماعه؟ لو ربنا يعزك ولا قدر كرامك، لو انا حطيت الكرسي وضع الرجلين يا اخي انت هتعمل لي مشكله حيث لا مشكله. انت تريد تفلك فيها كما يقولون. الكرسي خليه في الصف ولا خليه ورا، ما في نص اين يوضع الكرسي. على المتيسر لك وللمصلين، الامر سهل. الله، واحد عامل رساله، المشكلة كان طالب علم عندنا، واحد عامل رسالة أين يوضع الكرسي في الصف؟ ما في أي نص في المسألة. واحد يقول لك: إذا وضعت الكرسي بسوات الصف سأكون متقدما عن الناس، متخلف عن الصف، هذا الصف الخلف. يا أخي اتق الله ما استطعت. حاجة غريبة يا عبد الرحمن. أنصح الإخوة أن يحافظوا على صلاة الضحى، فلا مستند ولا أي نهي علمته عن صلاة الضحى، بل الاستحباب ثم الاستحباب ثم الاستحباب، استحباب واستحباب واستحباب. الرسول سنته قولية أو فعلية. سنته الفعلية هو صلى 8 ركعات، أحيانا عام الفتح هذه خصوصية كما قال بعضهم. صلى في بيت عتبان بن مالك، ما نهى النبي أبدا عن صلاة الضحى بل حث عليها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. اتفضل. زعرك يا سيدنا، ازي صحتك؟ طيب والله الحمد. يا ربنا يديك الصحة ويعطيك بالعافية يا رب. وإياكم، اتفضل. ربنا يرضى عنك يا أخي يا سيدنا. وإياكم. والله يا شيخنا واحد كان بيسأل إن هو فاتح محل. والمحل ده يعني هو محل زي لب تسال وبتاع وكلام من ده. طيب. فكان بيروح يصلي في المسجد وبيجي يلاقي المحل كمان ما فيهوش الفلوس مجمده، فبيلاقي فلوس ناقصه بتاع كلام من ده. عنده عمال يعني ولا ايه؟ من العمال اللي شغالين فيه. طيب يجيب قفل ووضع الفلوس في اوقات لما عمل قفل، اوقات بيبقى الناس بتشتري مثلا وقت الصلاه على ما يروح على ما يجي وما يلاقيش اي حاجه، يلاقي زي ما هو، ناس رايحه ناس داخله، ده كله بيطير. يقفل المحل ويروح يصلي ويرجع هو والعمال. المهم لا غنى عن ان هو صلاه الجماعه. صلي جماعه طبعا 27 درجه يا اخي. تمام يا سيدنا. يا اخي 27 درجه احسن ولا 27 جنيه؟ لا 27 درجه مليون مره طبعا. طيب خلاص، توكل على الله واستعن بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لازم تقول الو السلام عليكم. السلام عليكم بدون الو. ها صحيح شيخنا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. وفيك الله يحفظك. شيخ عندي سؤال، هذا لجدي رحمه الله. ها؟ لجدي رحمه الله، جدك الله سبحانه وتعالى وعليه أموال. جدك مات وعليه أموال. ها؟ نعم نعم. والأشخاص الذين عليهم أموال توفوا ولهم ذرية. أصحاب الأموال ماتوا. نعم. ولد نبرأ ذمته وأعطي هذه الأموال لذريته، هل تجزئ؟ أعطيها لذريته، للورثة. الورثة. ايوه. نعم شيخنا، هذا المال قديم، وتعرف انت المال يعني يتغير خلال السنين، فاعطيه على القديم ام على اليوم؟ لن تضيع اذا زدت على المبلغ. يعني ابوك او جدك عليه مثلا 1000 جنيه من 20 سنة. نعم. وماطل. وانت جئت بعد 20 سنة كان الجنيه يساوي قرش. يعني جينا ياما يساوي 100 الآن. أكرم الناس، كفاية اللي جدك عمله. السلام عليكم. محمد فتحي النحاس، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا شيخ؟ اتفضل الله يحفظكم. شيخ دلوقتي واحد مربي لحيته وهو في القرية بتاعته، يعني زي كده امن الدوله بياخدوا الناس ويفتشوا ويشوفوا رخصهم ويسالوهم يعني اي اسئله ويشوفوا هم اتاخدوا قبل كده ولا لا. وباباه يعني الموضوع ده وصل لباباه وبيقول له يحلق لحيته، بس في الاخر ما حدش بيتاخد، يعني محدش اتاخد يعني، وهو غالب على ظنه انه مش هيحصل له حاجه. فالمفروض يحلق لحيته ولا لا؟ الطاعه في المعروف، اذا امر الوالد بشيء يخالف سنه رسول الله يتبع سنه رسول الله. وكده كده مفيش ضرر يعني ان شاء الله. إن شاء الله، احفظ الله يحفظك يا أخي. جزاك الله خير. حتى لو قال لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي الضحى واتبع، في سنة قولية وسنة فعلية، كل يعرف إن هناك سنة قولية وسنة فعلية. فالرسول عليه السلام كان يصلي من الليل كثيرا عليه الصلاة والسلام، يصلي من الليل كثيرا، فكان يكتزي بصلاة الليل عن الضحى. لكن حث على الضحى أم لم يحث؟ سألوهم إن كانوا يدركون السنة، هل حث الرسول على صلاة الضحى أم لم يحث عليها؟ حث عليها أم لم يحث عليها رسول الله يا ناس؟ لا تمنعوا الناس من الخير. سنة قولية فعلية تقريرية، معروف لدى الجميع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد ارتد عن الإسلام يا شيخ، نعوذ بالله، وأثناء الردة أنزل المذي والمني. عن سؤال حزن أيام الردة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ربنا يبارك في عمرك يا شيخ مصطفى. وفي عمرك بارك الله. وحضرتك كان في اب له ابناء متزوجين. ايوه. ومات واحد منهم، فقام اخ بعمل وصيه، يعني مع وجود الاب طبعا، اوصى بان تاخذ زوجه المتوفي وابنائها من التركه مثل نصيب الرجل. من اللي قال؟ الاب اللي كتب؟ لا، اخ من الاخوه، اخو اللي مات. عفوا، الاب مات متى؟ في حياه الولد الميت الذي مات ولا بعد؟ بعد، الاب مات بعد الابن. طيب لما الاب مات بعد الابن، الاب وصى بشيء؟ لا، الاب لم يوصي. ايوه، جاء ولد من اولاده تطوع، هو الذي وصى ولا ايه بالضبط؟ بالضبط، تطوع كده وقال عشان ندي الام وابنائها زي نصيب الرجل. فطبعا في ناس تقريبا معترضه. الموافق يؤخذ منه، الذي لا يوافق لا يؤخذ منه. ايوه تمام، بالتراضي يعني، اللي مش موافق ما ياخدش منه عادي. نعم تمام، بارك الله فيك. الله يكرمك، الله يكرمك. بهذا القدر أجتزئ، حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض واجعلنا نورا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وآله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، انصرهم يا رب بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك العمل الصالح والخلق الطيب الحسن والكلم الطيب. اللهم إنا نسألك النوايا الخالصة يا رب العالمين والأخلاق الحسنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل عملنا، اللهم تقبل دعاءنا وتقبل عملنا، وأعطنا يا رب ما يرضيك يا رب ويقربنا منك يا رب. اللهم وسع أرزاقنا، من علينا يا ربنا بالرزق الحلال الواسع، ومن علينا بواسع المغفرة، ومن علينا بصلاحنا وصلاح أزواجنا وصلاح ذرياتنا يا رب العالمين، ومن علينا بتجنيدنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل وخذ بيدنا إلى كل ما يرضيك عنا يا رب. لا تجعل في قلوبنا أبدا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.